سنة 1992 والأطفال كانت لسه بتلعب أتاري. كان في كاتب خيال علمي اسمه نيل ستيفنسون، هو اللي اخترع مصطلح الميتافيرس في كتابه تحطم الثلوج أو سنو كراش، اللي اتكلم فيه عن عالم موازي افتراضي بيتقابل فيه الناس عن طريق شخصيتهم الرقمية في عالم مبني عن طريق 3D. ده اللي جه مارك زوكربيرج يقوله لنا من كام شهر كده، وهو الانترنت اللي احنا بنستخدمه دلوقتي خلاص هتروح عليه كمان كام سنة. Today we're going to talk about the metaverse, starting with the most important experience of all, connecting with people. واللي الانترنت الجديد هيكون اسمه ميتافيرس، وهيبقى عالم افتراضي بندخله بالافاتار، او هو رمز رقمي لشكلك. في العالم ده هتعمل كل حاجة بتعملها في العالم الحقيقي. جملة مبهرة ومخيفة في الوقت نفسه. الميتافيرس ككلمة ميتا معناها ما وراء، يعني احنا دخلنا كده زي عالم مش موجود قبل كده، فما وراء هذا العالم. بنتكلم في عالم ثلاثي الابعاد 3 dimensions، بنقدر ان احنا اما ندخله احنا مختلفين عن عالمنا الحالي. الميتافيرس هو مكان افتراضي الناس ممكن تروح تزوره او تخش فيه. فكروا فيه مثلا زي لعبه كل مالتي بلاير، كلنا بنخش فيها حاجه زي ببجي او حاجه زي كده وكلنا بنبقى فيها، بس الحاجات اللي بنعملها جوه، الاكتيفيتيز او التفاعلات اللي بنعملها جوه كلها ملهاش علاقه باللعبه. هي ممكن تبقى حاجه ليها علاقه بانك تشتري منتج معين، تروح مول، تروح سينما مع واحد صاحبك هو عايش في حته، او مثلا ممكن تستخدم للتعليم ان حد عايز مثلا عايز تتعلم حاجه والمدرس بتاعك مثلا في مدينه تانية، ممكن تخش انتوا الاثنين الواقع الافتراضي وتبداوا انتراكتوا مع بعض، هو يعلمك الحاجه دي هكذا. طيب هو احنا نمنا صحينا الميتافيرس ده طلع؟ لقينا انه لا، اتفاجئنا انه من ساعه ما نيل ستيفنسون ده قال يا ميتافيرس ولحد اللحظه دي في تطور كبير أدى إلى اختراع زي ده يظهر وممكن يبقى واقعنا كمان كام سنة. الميتافيرس احنا عندنا فيها تقسيمتين، التقسيم بتاع الواقع الافتراضي الـ VR Virtual Reality، والواقع المعزز اللي هو الـ AR الـ Augmented Reality. كل واقع منهم يختلف عن الآخر. كان فيه تطورات في تقنيات كتيرة تعتبر علامات على الطريق للميتافيرس، زي تقنية الواقع المعزز وتقنية الواقع الافتراضي ورموز الأفاتار اللي بيستخدموا في كتير من الألعاب الشهيرة حالياً، اللي ممكن ابنك يكون بيقضي معظم وقته عليها. احنا لو اتكلمنا عن الميتافيرس بشكل عريض، فأنا بقدر أقول الواقع الافتراضي ظهر بدليل الجيمز. كل الأطفال والشباب في الأعمار العمرية المختلفة دلوقتي دخلوا إن هم بيلعبوا ألعاب بالفيرتوال رياليتي، بالواقع الافتراضي، فده موجود. كون إن أنا دخلته في عالم مختلف ده مجرد تقنيات صغيرة، وخلاص في القريب العاجل بنقول هي دخلت. الفرق ما بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز او اللي هو الاوجمانتد رياليتي او الاي ار، ان الواقع المعزز هو انت بتشوف الواقع بتاعك وتبدا تحط فيه حاجات صغيره فيرتشوال او افتراضيه. فمثلا لو انت ماسك مثلا ابسط حاجه هو انستجرام، بنعمل فلترز او حاجات زي كده، مثلا تبقى شايف صوره ليك وتبدا تلاقي مثلا نظاره انت لابسها او شعرك اتغير او حاجه زي كده، ده واقع معزز، انت بتعزز الواقع بتاعك بحاجات زياده. الواقع الافتراضي هو انعزال تام من الواقع بتاعك، وانت بتشوف العالم كله اللي حواليك بتشوفه بيكون افتراضي. الـ AR بيبقى موجود فيه الهولوجرام
تقنية الهولوجرام، لكن الـ VR الواقع الافتراضي موجود فيه تقنية الأفاتار، والأفاتار ده أنا برضو لا أقدر أصممه بنفسي. Alright, perfect. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hey, Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Uh-huh. Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater I met in LA. This place is amazing. مين هم المستفيدين الجدد؟ هم الشركات اللي بتصنع سماعات الرأس الـ AR والـ VR في وضع قوي للاستفادة المالية من الميتافيرس وفرض قواعد عليه. واعترف زوكربيرج بنفسه هو ان شركة فيسبوك فاتتها تصنيع أجهزة الهاتف المحمول، وهي الآن مجبرة على اللعب في السوق بقواعد متاجر تطبيقات جوجل وأبل، وده طبعا خطأ مش هيتكرر تاني. VR بدأ من زمان، أو فكرته بدأ من زمان، وهي فكرة إن حد يبقى عايش في واقع افتراضي. دي بدأ مع الألعاب الإلكترونية، بس فكرة النظارة اللي بنلبسها دي بدأ من حوالي الخمسينات أو حاجة زي كده، مع حاجة اسمها فيو ماستر. ودي النظارة اللي كنا بنلبسها زمان، كانت فكرتها الستيريوسكوبيك ديسبلاي، ان احنا بنشوف صورتين من وجهة نظر كاميرتين، فتدينا فكرة العينين ان احنا شايفين او ان احنا في مكان معين. كان بدأت زمان كلعبة، الاطفال بيحطوا زي ديسك كده ويقعدوا يشوفوا صور مختلفة. واحدة واحدة ابتدت التقنية تتحسن وتتحسن. في قريب من مثلا 10 سنين بدات ابتدت تطلع تستخدم في الحاجات الالكترونيه. مارك قرر ان السوشيال ميديا، يعني التواصل الاجتماعي، يكون مختلف. عايزنا نعيش في واقع احنا مش عايشينه، جايز من وجهه نظره ان هو هيقرب الناس وهيقرب المسافات لبعضيها. حديث المدينه هو الميتافيرس. تم الاشاره الى ان تطبقه فيه. اذا فاكر ان الميتافيرس ظهر فجاه، فده مش حقيقة. كان في لعبة فيديو اسمها Second Life اللي تم إصدارها في عام 2003 بواسطة ليندن لاب. خلقت عالم افتراضي يخلي المستخدمين يبنوا بيوت ويتحركوا فيها، وكمان يشتروا الأراضي هناك بالدولار الأمريكي أو بالعملة داخل اللعبة. اللعبة دي كان ليها كتير من المستخدمين، وطبعا ما كانتش بالتقنيات الحديثة زي دلوقتي، وكانت مجرد لعبة كمبيوتر، ولكن من فكرتها جت فكرة خلق عالم موازي. لو فاكر ان شركة فيسبوك هي اللي هتكون مهتمة بالميتافيرس بس، تبقى غلطان. مايكروسوفت كمان هتعمل تطبيقات من خلال منصة اسمها مايكروسوفت ميش، واللي بتجمع بين العالم الحقيقي والواقع المعزز والواقع الافتراضي. عرضت مايكروسوفت خططها للواقع المختلط في مايكروسوفت تيمز في 2022. أول شركة بدأت عملت VR للمستهلك كانت حاجة اسمها أوكلس، وهي دي اللي فتحت الساحة لشركات تانية تبدأ تخش وتبدأ تعمل النظارة بتاعتها. في حاجة في النص اللي هي اسمها ميكس رياليتي أو الام ار، وده ميكس ما بين الاثنين. الفرق ما بين ده وده ان مثلا لو كلمنا على لعبة زي بوكيمون جو، كانت واقع معزز وكانت يعني قلب الدنيا من فترة، انك انت مثلا ممكن تشوف بوكيمون حاجة زي بيكاتشو، ده واقع معزز. الميكس رياليتي بيحصل امتى؟ لو بيكاتشو بيبدا يتفاعل مع الواقع نفسه، فمثلا لو في كرسي في الحقيقه هو ابتدى يطلع عليه ويبدا يبقى عنده تصور او فهم للواقع الحقيقي نفسه او للانفايرمنت بتاعت الواقع الحقيقي نفسه. الأكبر والأخطر بقى هو إن الجيش الأمريكي بيشتغل دلوقتي مع مايكروسوفت على سماعة رأس هولولينس 2 للواقع المعزز، وده بقى عشان الجنود تتدرب وتتمرن وتقاتل. لعبة روبلوكس
وقيمتها بتوصل ل 45 مليار دولار، وتأسست في عام 2004. بتستخدم نفس فكرة الميتافيرس وفي آلاف المستخدمين اللي صنعوا لنفسهم حياة موازية في لعبة على الإنترنت بيخرجوا فيها ويلعبوا جواها، والأهم بقى بيشتروا منتجات منها. المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة روبلوكس عمل تغريدة وجه فيها كلمة شكر لكل مستخدمين اللعبة لأنهم بيقربونا كل يوم للميتافيرس، وأعلن عن تعاونه مع شركة فانز للأحذية وكمان ماركة جوتشي، وممكن المستخدمين يجربوا اللبس ويشوفوه في العالم الموازي ده. الميتافيرس بقى هو مزيج بين كل التقنيات اللي فاتت، بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي والعالم الافتراضي اللي شبه الألعاب الأونلاين، واللي بسبب نجاحها تحمس الكثير من المستثمرين للاستثمار في الميتافيرس.